الخبر يا طارش الخير بتاد للشيخ زايد والشيوخ الحكيمة شيوخ المغانم لبنور البلاد وازم حماهم جنة مستديمة. الحمد للباري سقانا مديمة وزين مسيرتنا زعيم اللي نقاد وخص الشباب ليل آزم لزيمة شيخ بنا للطيب درب ومرصاد وقت الحزم شفنا يوطي حميمة. بخالد بالفكر ابو خالد تعلى وبهساد وبالجهد يصنع للامارات شيمة واليوم وحدتنا لها الكل رداد عيشي بلادي دوم للفرح ديمة. رد الشيخ زايد والشيوخ الحكيم.